خليني اقول انه اللعيبه بتحتفل وبتكرم ايمن اشرف في اوضه الملابس دي بعد اللقطات ده اللي حضراتكم شايفينه ده، لسه جاي من وده داخل غرفه الباب الكبير ملابس. اللي انت بتتكلم عليه يا احمد فعلا، ده الباب حقيقي الكبير، هو حقيقي داعي يعني، بصراحه، هو داعي يليق بلاعب بكابتن من كبير زي كباتن النادي الاهلي بالظبط طبعا. زي ايمن اشرف طبعا انا يستحق. انا الحقيقه يعني هنحاول نجيب لحضراتكم لقطات فيديو من الاحتفال لحظات ايمن، مش عايز اقول الاخيره، يمكن يعني دايما باب النادي الاهلي بيبقى مفتوح لاولاده لأبنائه المخلصين، بالظبط. الناس اللي عندها انتماء حقيقي وحب حقيقي للنادي الاهلي، سواء كانت جوه ليها دور جوه جدرانه او ملهاش، تظل دايما حبها وانتمائها الاول والاخير للاهلي، ودايما ابواب النادي الاهلي في مواقف كتيره جدا ومع اسماء كتيره جدا كانت مفتوحه. وبمناسبه اللقطات دي يعني ادوني وقت الحقيقه اقول ايمن كتب ايه النهارده على تمام. الصفحات الرسميه او مواقع التواصل الاجتماعي، قال انه النادي الاهلي بالنسبه لي مش مجرد فريق بلعب فيه، لا ده بيت وحياه ووطن، عشت فيه احلى ايام حياتي، عشت طفولتي وعشت نجاحاتي، فرحت فيه وزعلت عشانه، وكنت لاعب ومشجع وسأظل. أحب أشكر جمهور الأهلي العظيم على المساندة الدائمة، وأشكر مجلس الإدارة، وأشكر كل اللاعبين اللي أنا زاملتهم، وكل الأجهزة الفنية اللي اشتغلت معاهم، حقيقي هفتقدكم كلكم. لقد بذلت كل ما أستطيع من جهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم أيمن أشرف. كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا، لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائما عادلة، حان وقت الرحيل، أنا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معكم، بأتمنى لكم التوفيق جميعا، وأتمنى أن أوفق في خطوتي القادمة، بشكركم جميعا. دي كانت رسالة وداع نادي اللاعب، اللاعب فقط لا غير، اللاعب أيمن أشرف، لكنه يظل واحد من الجنود الأوفياء الحقيقة، ولاعب بدرجة مقاتل، لاعب حقق مع النادي الأهلي نجاحات كبيرة جدا، وكتب لنفسه والنادي تاريخ كبير جدا. فكل التوفيق لأيمن أشرف في مشواره الجديد ورحلته الجديدة، ونتمناه في يوم من الأيام يرجع حتى لو بعد ما يعني يعتزل دوره كلاعب في ملاعب الكرة، يكون ليه دور طبعا داخل القلعة الحمراء.